مرحبا بكم. دهون البطن هي واحدة من المشكلات التي يعاني منها العديد من الناس، فبينما يريد الإنسان بطنا مستقيما ومظهرا رياضيا ونحيفا، تأتي دهون البطن لتفسد هذه الأحلام. في هذا الفيديو سنخبركم بطرق طبيعية للتخلص من دهون البطن. مؤخرا أصبح الوزن الزائد مشكلة على الجميع، وذلك نتيجة أكلنا للوجبات السريعة. السبب في مشكلة زيادة الوزن هي أنه عندما نعود من العمل الشاق طوال اليوم إلى البيت مساء، فنلجأ إلى الأكل السريع بدلا من أكل الطعام الطازج. ليست زيادة في الوزن فقط، ولكن التغذية الغير صحيحة ستؤثر في منطقة البطن، وحتى لو كنت نحيفا سيكون لديك ما يسمى بالكرش. متأكد أنه خطر ببالكم الآن كيف تنتفخ بطنكم التي كانت مستقيمة في الصباح وخاصة بعد الأكل. طبعا السبب المهم هنا هو قلة الحركة. في جزء لاحق من الفيديو سأعرض لكم تمرينات تساعدكم على التخلص من الكرش، لكن الآن سوف نبدأ بالمشروب المعجزة. ستحرق دهون البطن بشكل غير طبيعي بمشروب بسيط، وتتخلصون من الانتفاخ وتحصلون على بطن مستقيم. هذا المشروب ليس به أي خطر على الجسم، وسوف تلاحظون الفرق في خلال أسبوع. مثلا امرأة تبلغ من العمر 46 عام حصلت على شكل هذا البطن نتيجة هذا المشروب. أنا واثق أنكم ستلاحظون الفرق بهذا المشروب البسيط. تحضير هذا المشروب سهل جدا. أولا سنحتاج ليمون، والليمون يحتوي على البيبسين، والذي يساعد على زيادة الاستفادة من البروتينات ويسرع عملية حرق الدهون، وأيضا يحتوي على حمض يمنع تكون الغازات وله تأثيرا إيجابيا في تحفيز الميتوبلازم. ثانيا الزنجبيل هو مزيل جيد للالتهاب، ويحتوي على مادة رائعة تسمى جينجرول. هذه المادة إذا أكلتم وتأثرت معدتكم بالأكل فهي تساعد على الهضم وتمنع تكون الغازات، وأيضا تسرع عملية حرق الدهون. ثالثا النعناع هو أحد النباتات المفيدة لتهدئة الأعصاب وتمنع الغازات، تمنع حموضة المعدة، تريح المعدة وتمنع الغثيان. رابعا الخيار الخيار هو مدر جيد للبول، يسهل عملية خروج الزيوت من الجسم ويساعد في التخلص من ألم المعدة والانتفاخ. المقادير اللازمة لتحضير المشروب: 2 لترا من المياه، ليمونة، خيارة متوسطة الحجم، ملعقتي طعام زنجبيل مطحون، 10 ورقات من النعناع. أولا تغلي النعناع في الماء وتتركه منقوعا، بعد ذلك تقشر الليمون وتعصره وتخلطه مع النعناع المنقوع في الماء. نقشر الخيار ثم نقطعها ونضيفها للخليط، ونضع على الخليط نصف لتر من المياه، ثم نخلط جيدا الزنجبيل المطحون وقشر الليمون، وإذا أردتم أضيف ورق النعناع. سنترك هذا الشراب لمدة يوم لتمتزج مكوناته معا جيدا، ثم نحصل على شراب مفيد. يجب أن تشربوا 2 لتر من هذا المشروب في اليوم، أي تشربون هذا المشروب بدلا من المياه، وخاصة بعد الفطور يكون له تأثيرا أكبر. يجب أن تكرروا هذا طوال الأسبوع، في 7 أيام يجب أن تكون حصلت على 14 لتر. يجب أن تحضروه على فترات معينة، وعندما تشرب هذا المشروب اللذيذ المنعش مع غذاء صحي متزن قليل الدهون وتمارس الرياضة، ستحصل حتما على بطن مستقيم بكل سهولة. والآن أريد أن أعرض لكم بعض التمارين الرياضية التي تجعلك تتخلص من الدهون. بجانب المشروب الذي حضرناه لكم، سنحتاج إلى 10 دقائق من التمرين يومياً لتعذيب الدهون. التمرين الأول: اثني ركبتيك بزاوية 90 درجة ويدك خلف رأسك، الكوعين مفتوحين. نأخذ نفساً عميقاً ونحبسه في القفص الصدري. في هذا الوضع عندما تتنفس أكتافك تتح مكانها وركبتك تقترب من رأسك. لنكرره 15 مرة. التمرين الثاني: تمدد على سطح مستقيم، ساقك على المنضدة، تثني ركبتيك ويديك خلف رقبتك، المرفقان مفتوحان وتصل من الصدر إلى الذقن. عند كل نفس نمد الساق ونقرب ركبة الساق الأخرى من الكوع المخالف. تبدل الاتجاهات ببطء وتكرره لكل جانب 6 مرات. التمرين الثالث هو مفيد لحرق دهون البطن خاصة. تفتح المرفقين لأقصى درجة، ثم تفرد ساقيك، وعند الزفير تقترب الرأس والركبة من بعضهما، وعند الشهيق تمدهم. قم بتكرار هذا التمرين 15 مرة. عندما تقوم بهذه التمرينات مع شرب المشروب الذي حضرناه لكم، يمكنكم أن تلاحظوا الفرق في دهون البطن في خلال أسبوع واحد. أكرر،
عليكم الانتظام في هذا لتحصلوا على نتيجة مثالية، وأيضا الوصفات التي ذكرناها هي صحية وطبيعية تماما. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.